قررت استعداد الاستاذ يشرفني باسم الخاص وباسم مؤسسه منتدى اصيله ورئاسه جماعه اصيله بلديه اصيله ان ارحب بالسيدات والساده المشاركين في افتتاح موسم اصيله الثقافي هذا العام الذي ينظم تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، وذلك بالتعاون مع وزاره الشباب والثقافه والتواصل وبلديه اصيله. نحتفل في هذا العام بالدوره 44 لموسم اصيله الثقافي الدولي. وفي اعقاب زلزال هذا الطقس، الزلزال الطقسي الكبير الذي عرفته بلادنا وخلف آلاف الضحايا وكثير من الخراب، قررنا إلغاء كل العروض الموسيقية والغنائية التي كانت في برنامج هذا العام. أنا يعني مشاركتي، أنا سعيد جدا بمشاركتي في هذا الملتقى في مدينة أصيلة تحديدا، لأن الموضوع مرتبط بوقته، يعني في ظل يعني التحولات التي يشهدها الساحل والصحراء ومحاولة إيجاد صياغة أمنية جديدة لهذه المنطقة تعتمد على الرؤى الإقليمية والوطنية بعيدا عن المقاربات التي تحقق أجندات خارجية سواء كانت أوروبية أمريكية حتى ولو كانت روسية وصينية أيضا. هذه هي تكمن أهمية إعادة الحوار الثقافي والحضاري بين الشمال الأفريقي وبين مناطق الساحل والصحراء. أتشرف بحضور فعاليات الدورة 44 لموسم أصيلة الثقافي الدولي نيابة عن السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل الذي تعذر عنه الحضور لأسباب خارجة عن الإرادة، وأبلغكم شكره على الدعوة الفاضلة وتقديره الكبير لهذا المحفل الثقافي الدولي المتميز. يسعدني التعبير عن أطيب عبارات الشكر والتقدير للسيد الأمين العام لمؤسسة منتدى أصيلة على جهوده وجهود معاونيه في استمرار دورات هذا المنتدى وتصاعد إشعاعها، لما يعالج في رحابه من قضايا وإشكالات إقليمية ودولية. إن تميز المنتدى يتجسد على وجه الخصوص في الشخصيات الرفيعة التي تحضر فعاليات ومن فعاليات هذا المنتدى من عوالم السياسة والثقافة والاقتصاد وباقي المعارف. Notre cher ami, l'ex-ministre Mohamed Ben Aïssa, nous a donné rendez-vous cette année en ce qui concerne un sujet d'actualité qui n'était pas toujours dans l'agenda international, mais qui devient de plus en plus important d'aborder. C'est le Grand Sahara comme une conception globale où il y a des éléments d'insécurité. Il y a des éléments de développement économique et social, il y a des éléments culturels, c'est-à-dire cette grande entité qu'on peut appeler le Grand Sahara, comment il faut la traiter. Et je crois que le moment est venu de réfléchir pour donner à cette région une place importante dans l'agenda international. Et le forum d'Asila se caractérise toujours pour être innovant. Il s'avance dans les sujets à discuter. Et cette année à nouveau, le ministre, ex-ministre Ben Aïssa nous montre quels sujets il faut aborder avant qu'ils deviennent de plus en plus complexes et dangereux. مشاركة كل من الأستاذات والأساتذة ثم القاعة ممتلئة على آخرها بطبيعة الحال، وهذا لا على شيء إنما يدل أولا على محورية ساعة
السيد الوزير السيد عيسى وطلبه في إنماء هذه المدينة السعيدة، وأيضا إيمانه العميق إيمانه عفوا العميق بضرورة أن تكون هناك جسور بين الثقافات، وإني لم أشهد المؤمنين بمسألة حوار الحضارات وتلاقي الثقافات، ولعل إعطاء المغرب وإسبانيا والبرتغال أكيد هذه الحلقة المثالية تصادف هذه الدولية، لا يمكن على ضرورة أن نشتغل جميعا من أجل محاربة كل فكر متطرف وأفكار السوداء والرجعيات الأخيرة. جئنا هنا للمغرب ليس فقط لنحتفل بالموسم الأربعين الثقافي في مدينة أصيلة الجميلة، ولكن أيضا نشترك في الهم العام الذي تعاني منه بلداننا، لا سيما التداعيات الأمنية في جنوب الصحراء وكذلك التكامل الاقتصادي، مدام لدينا هذا الارتباط الثقافي والروحي ببعضنا البعض. فنحن في المغرب الكبير يهمنا إخواننا وأشقاؤنا جنوب الصحراء أن يكون لديهم استقرار، وهذا الاستقرار إذا ما تم سينعكس إيجابا علينا، ولكن إذا ما اختل الميزان سينعكس سلبا علينا لا سمح الله، وهذا ما نريد أن نوجه العقول والأفكار والسياسات نحوه. Tant qu'on ne change pas, tant qu'il n'y a pas une rupture épistémologique, c'est ce que nous on propose en tant qu'acteur économique ou bien en tant qu'intellectuel, nous proposons une rupture épistémologique. C'est ce que ma collègue avait utilisé le mot tout à l'heure. Une rupture épistémologique, c'est quoi? Donc pour nous, il s'agit de rompre avec le modèle colonial, de telle manière qu'on puisse penser et agir en fonction de nos propres intérêts.